السؤال الأول أيها الأحبة في هذه الحلقة يقول فيه السائل الكريم هل يجوز صيام الأيام البيض 13 و14 و15 من ذي الحجة للمعتاد على صيامهم؟ المشكلة في هذه الأيام تحديدا أن أن اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو اليوم الأخير من أيام التشريق أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثالث عشر من ذي الحجة وأيام, وأيام التشريق نهينا عن صيامها لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل لا يرخص في صيامها إلا للحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فيا عبد الله صوم 14 و15 و16 ولا تصم يوم 13 ما ما دمت لست بحاج وجب عليك هدي ولم تتمكن من القيام به